شفنا أكثر من 20,000 شاب وصبي قدموا في أكاديمية فيها أي حلم ممكن يتحقق. عبالي فوت 1,100 يعني هذا الحلم اللي أنا عايش عشانه. كلهم عندهم الموهبة، لكن كان على الإدارة إنها تختار. كنا متوقعين منك أكثر. جسمك ضعيف يا سلطان وما راح يتحمل الضغط، والبيت أفضل لك. بياك ما عاش حتى يشوفك شاب. وامك تعبت وسهرت على تعليمك ورعايتك، ان شاء الله ترجع بعدين. بوعد امي انه بيضها وجهها وبيض مشاعرها. هيدا اول سبب بتحقيق الحلم. I promise my family to keep their head up. رح تشوفوا شيء بالاكاديمي جنان، شيء جديد، شيء جنان بجد. بالتصفيات النهائية تم قبول 20 طالب والباقيين ما حلفهم الحظ. لكن قبل البرايم ب 24 ساعة طرأت بعض التعديلات. قررت رئيسة الأكاديمية رفع عدد المقبولين لل 21 بالموسم السابع. بوقت كان مهدي عم بيودع رفقاته، استلم رسالة من رولا وقراها بصوت عالي. رسالة من رئيسة الأكاديمية رولا سعد إلى مهدي. أود في البداية إبداء تقديري لأخلاقك العالية، وهذا ما اكتشفناه في الفترة القصيرة التي أمضيناها معك. يبقى موجودا لأن عدد المقبولين هو 21 وليس 20، وأنت صح في هذا الرأي. وهيك لأول مرة 21 طالب بيدخلوا على الأكاديمية. كل واحد منهم بده يكون نجم، كل واحد منهم مميز، كل واحد عنده قوته. قصة حب، قصة صداقة، موهبة، طموح. ستار أكاديمي، القصة بتبلش من الليلة. من الجزائر إليكم مهدي بوحماد، 22 سنة، دارس أدب إنجليزي، والده وان مان شو، فرخ البط عوال. فنان متكامل بيغني بأكثر من لغة وبيعزف بشكل رائع. أما عزفه على الجيتار إلكتريك فعن جد خير. مهدي الموهوب ترك أهله وبلده ليعيش بين عيلة وبيت جديد.